من بعد ما انتقل كل من أنس وأصالة لدبي، بدأ الثنائي يكشف عن المفاجآت اللي وعدوا بها الجمهور قبل مغادرتهم للوس أنجلوس، حيث اكتشفنا أولها واللي كانت تور أنس وأصالة بعدة بلدان عربية للقاء متابعينهم. أما الثانية فكانت المفروض تكون الاحتفال بعيد ميلاد أصالة، ولكن شكلها المفاجأة عم تتأخر يوم بعد يوم، فاحتفلت أصالة بعيد ميلادها قبل أسبوع وعم تنتظر لحد الآن المفاجأة من أنس. اوكي يا جماعة، أنا عامل لهايد لا أصالة على السوري فهي ما حد شوفها. كتير ممكن عم تسألوني ليش مطنش مرتك وما عم تقول لها عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي. يا جماعة الموضوع أصلاً أنا أصلاً عم حاول أني أغصبها وبطنشها لأنه محضر لها مفاجأة قادمة قريباً جداً. فأنا صرح أنه سبب التأخير هو العمل عليها بشكل أفضل، فكل مرة عم يكتشف أشياء جديدة يضيفها للمفاجأة لتكون أحلى وأفضل. ولكن وبآخر ستوريهات أنس وأصالة والشلة بدبي، ممكن نقول أنه المفاجأة قربت، فشاركوا مجموعة من الستوريهات وجابوا فيها سيرة المفاجأة، من بينهم زياد وسارة، أحمد وسالي وعمور وغيرهم. يا محلى الحياة لما فجأة صدفة بالحمام أحلى صوت صوته يطلع في صدى. عطوني الكاميرا أحلى ممكن. زوز هلا عموري. أنا ما راح أحكي لهم شو في صاير ورا الكاميرا، راح تشوفوه طبعا بالفلوج عندي قريبا جدا إن شاء الله. المهم اسمع، في صورة صارت فيها كيف بتشل هلا حفرجيكم اياها بالخاصيه الجديده المايكرو تاعت الايفون، بالايفون 13 تبع عمور. ايه بيحب يبين شيء. الله ستر. يلا يلا.